انا سناء. القصه ديالتي عندي مشكل مع بوس بنتي، حاسه بدات في العمل ديالي من واحد الوطيب. المهم درت معاه علاقه، ديك بزاف د الحوايج كان تيقول لي غلطت معاه ولدت مع البنيه هادي ولدت معاه وداك الشيء. قلت له كنت طالب. المهم عاود عيط ليا، مشيت عنده قال لي غدير اجهاض، ورغم كذلك مشيت عنده باش ندير داك الشيء اللي بغاه. بقى كيعطيني في العصا بزاف، رغم كذلك هربت ليه. من تما ما بقيتش مشيت عنده حتى ولدت. ملي مشيت عنده قلت له ودا شنو كاين وشنو كاين، قال لي انا ما كنعرفش نسوقي في هاد الشيء كامل. درت جميع الحلول، مشيت دعيت ومشيت هادي، ما توصلت حتى شي حاجه. يا حد الان ديت اخويا عندهم مع الصباح، ما عمرتي قلت لهم نرجع معاه من الخدمه. ديت عندهم داروا لي سميتو، داروا لي لا دي ان. المهم مشيت تقول ما ديك 8 ونص عندهم، ما جابوا لي داو الدريه، ما جابوها لي حتى شي 12 ونص. مامي قالت الغدا جابوها لي هي الحاج، صافي سيري. مشيت عاود رجعت بحال هكا، عاود عيطوا لي في التليفون ليا نعم لينا من حاجه شنو قال لي انا الجمعه تجي. مشيت اخويا انا الجمعه، بقيت جالسه في الطوموبيل ما دخلتش عندهم الدار كاع، بقيت جالسه في الطوموبيل. تجاهم شي خبر في التليفون، المهم انا اللي سمعت في التليفون قال لهم الو السلام عليكم، راه لاضي انا خرجت هي هذيك، بغيت غير نعرف اشنو جات عندكم. من تما خويا قطع التليفون ويشوف فيا الحاج في المرايه ديال الطوموبيل، قال لي شنو باغا من ولدك؟ كي ولدك انا باغا منه غير حاجه وحده، يعترف بهذ البنت. درنا الغلط بجوج نتحملوه بجوج، كي اي حاجه نديرها معاك لما تصابتش بنتو عواقب ناخذهم انا. ولحد الان باقي ما داروا معايا حتى شي حاجه دوك الناس. دابا البنت ما كندوي معاها، كنمشي للخدمه ما كندوي معاها، كتقول لي الا ما درتيش ليا داكشي وشريتي داكشي اللي بغيت غنضطر نهرب لك. ما قلتش لها عاوني فيها بصفه نهائيه. ها عيلتي هي الاخرى، مشيت عند الوالده ديالتي قلت لها عافاك واحد النهار، قلت لها عافاك قول خويا يوقف معايا غير يمشي معايا عند با. قالت لي لا ميمكنش خوك يمشي عنده، ما تقبلوش هذا الشيء اللي درت انا، ما بغاوش هما كاع. لا بدالي انا خرجت من دارنا وجيت كريت، ودابا حاليا كنطالب محسنين يهضروا مع دوك الناس كاملين اللي بغيت البنت هي غير على حاجه وحده، غير يعترف بها وعطيها داكشي اللي بغات. حيت انا خويا ما يمكن ليش الطلبات ديالها كثير ما يمكنش ليا، ما حيتش الكره، ما حيتش بزاف الحوايج. انا صبرت بزاف ما نكذبش عليك اخويا، ما يمكن ليش ندير كثر شي حاجه من كثر من الطاقه ديالي.